الكرة المرتدة عاد بالسلسة معهم وجدت المشكلة المنصة بين عن خلالها جيب سيد القوى بعد أن كبرت المتاثير بالعنصر سيد المدين سيد عيش يتعدي لكبت الرئيسية محكمة يعني لأن فوتشينج رشيد وعرابة أتى حيث نجح أبو العمصة في الدقيقة 50 من إمضاء الهدف الأول والوحيد لفريقه برأسية محكمة بعد فتحة جميلة من ميغاتلي. واحدة الأفضلية للشبيبة أبو العمصة يسجل الهدف الثاني بعد الهجمة المرتدة التي قادها الكاميروني جون. حدث ذلك